الأوضاع العامة الأمازيغية هي أوضاع معروفة، يعني تحقق الكثير منذ الخطاب الملكي بأجدير ومنذ إحداث المعهد، يعني هذه 20 سنة. كاينة أشياء مهمة اللي تحققت في مجال التعليم، مجال الثقافة، مجال البحث، مجال كذلك النشر، ولكن كاين مجموعه ديال المشاكل اللي مازال ما استطعناش، او مازال وزاره التربيه الوطنيه مثلا ما استطاع شيء باش توجد لها الحلول المناسبه. وربما من المشاكل اللي هي حارقه كاين مشكل ديال الموارد البشريه، ديال يعني ضعف العدد الاساتذه اللي كيدرسوا الامازيغيه. ولكن كنتمناو مع الحكومه الجديده وكذلك الصندوق اللي غادي ترصد لتنميه الامازيغيه لغه وثقافه، كنتمناو هذه المشاكل غادي توجد الحلول ديالها. واحد الفرحه كبيره ناخذ الجائزه ديال الاعلام هاد السنه. واحد المساله اللي بغيت نقول شكرا جزيلا، تنميرت كل ميد ليا غيوس، تنميرت الطاقم اللي دي غيلان حدوزيم. هاد السنه يعني خدمنا في واحد الجو فيه الخوف من كورونا، هاد اكثر من سنه ونص هذه كانت الاجواء كلها المشهد العالمي كيتصدروا الخوف، المشهد المغربي كذلك كيتصدروا الخوف. هنا بين الدور ديال الصحفي، الدور ديالنا هو التوعيه، هو الاخبار. دوزنا ما بين المراكز الاستشفائيه، الناس اللي فيهم كوفيد، الاهم عندنا هو نوصلوا المعلومه والمعلومة الصحيحة ونوصلوها بالأمازيغية. هنا كان العمل مضاعف، الناس يعرفوا الخبر الصحيح ويعرفوه باللغة الأم ديالهم. هنا فين كان التحدي، درت واحد العمل بإتقان بإخلاص وبحب المهنة ديال الصحافة وبحب كذلك الأمازيغية واللغة الأمازيغية. باش نهضروا على الجائزة، الجائزة كتجي من أجل التحفيز للمعهد، ربما المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هما الاجدر يقولوا هذه المعلومه، يعني كيديروا على التحفيز باش الناس يزيدوا يخدموا يهتموا باللغه الامازيغيه ديالهم، يهتموا كذلك بالثقافه وبكل ما هو امازيغي وشان امازيغي في المغرب. الوضع ديال الامازيغيه من بعد 20 سنه ديال تاسيس المعهد وخطاب اجدير، الوضع ديال الامازيغيه من بعد 10 سنوات من الدستره، هذا خصو تقييم. كنقولوا بانه مازال هناك تباطؤ في إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، هناك تباطؤ في إدماج الأمازيغية في التعليم، في الشأن العام المغربي، لكن بالمقابل كاين أعمال كبيرة على المستوى الثقافي، على المستوى الفني، على المستوى كذلك السياسي اللي بدينا كنشوفوه أول مرة. الحكومة الحالية كتدمج الأمازيغية في البرامج، في البرنامج الحكومي ديالها، كذلك الأمازيغية عندها بزاف ديال الإصدارات الأدبية، وهذا هو المهم، كاين إصدارات أدبية. التقييم يعني ندوة وطنية حول الأمازيغية، نعرفوا فين وصلنا وشنو الرهان اللي كيتسنانا مستقبلا. نتمنى أنه نقولوا تشجعي أيتها الأمازيغية، هذا الموعد ديالك، إن شاء الله نعطوه الرد لاعتبار الثقافة واللغة ديالنا الأمازيغية. بالنسبة للوضعية الأمازيغية في المغرب، عرفت قفزة نوعية مع الخطاب السامي ل 17 أكتوبر 2001 بإدراج الأمازيغية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا قفزة نوعية أساسا مع دستور 2011، حيث تم ترسيم اللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي لسنة 2019 وتفعيل الطابع الرسمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية في 2019، وكذا تحيين قانون إطار المنظومة التربوية في الخاصة بالتكوين والتربية في مجال التعليم.